باش نعبر لك على الوفاة ديال رضا الساقي. الساقي افتقدته الساحة الكروية، وافتقدوا فريق نجم الشباب، وافتقدوه الإخوان ديالو اللي كانوا لاعبين معاه، افتقدته الأسرة ديالو. يعني رضا الساقي كنا كنشوفوا فيه الأمال، يعني لاعب من الشبان الكبار، ويعني كنا كنشوفوا فيه الأمال، هو ولا الأب ديالو، الأب ديالو اللي كان تابعو عن كتاب. يعني الأب ديالو كان يوميا حاضر معاه في التباري وحاضر معاه في التداريب. افتقدنا رضا الساقي. الساقي كلاعب ولا كإنسان خلوق، ساندو أخلاق عالية. باش نعبر لك على رضا الساقي، ها هو التعبير كيبان لك، ها هو كتشوفوه أمامكم. يعني الكل يعني رحمه الله، يعني بغاه الله، داه الله، هادشي ديال الله، وهذا قضاء. وقعنا ما عندنا نقولوا إن لله وإلا راجعون. كنبغيو نعزيو الأهل ديال الأخ ديالنا رضا اللي فقدناه وفقداتو الكرة المغربية، لعاب بأخلاق عالية، نعم الأخلاق، نعم التربية، النيفو الدراسي ديالو تبارك الله كل شيء عارفه، اللهم بارك، الله يرحمه في هذه الساعة. صراحة ما تقبلناش الأمر، جاي كيضحك معنا في ترونسبور بخير، كنهضر أنا وياه كيضحك معايا عادي، في اللي يشوف مواكاك داخلين كنترينيو كاملين ضاحكين. جا الماتش بدا مزيان صراحة، دير واحد ليفور مزيان وغادي في الماتش، واحد الكورة كنت لافتو كنلقاو طاح، أنا كنصحاب شي طيحة عادية، تقدر كتوقع هادشي في كورة، كيطيح بنادم كيف كينوض عاوتاني باخر. المهم بقينا كنهضرو حنايا الدرابين تجمعنا، تخلص مانيور شي واحد الوقيتة كنمشي نقرب، كنقرب حدا باش كنشوفو، كيبان ليا الدري صرات لسان وتبدل فيه اللون وعينيه تقلب، الله يرحمه. من ماش ديك الساعة كانت تقصير من لي سوانيور، لا ديالنا لا ديالو، ولكن انا كنقول هاد الحالة تقدر تعتق، ولكن اقدر ديال الله، قدر الله وما شاء فعل. كان وسط ميدان، وسط ميدان هجومي، وكان مزيان غادي في كورتو مزيان، لومبيلونس براسه، كاين غير اللي كيسوق، ما كاينش حتى اللي كيكون معاه باش يسعف. ما مسكين غادي في الطريق للسبيطار، وفاته المنيه، كيقرا وغادي مزيان، اللهم بارك في الدراسه ديالو. حنا دوينا البارح، دوينا على هادشي، وان شاء الله خويا منا القدام راه ضروري خاص يتقاد هادشي، اون موا يكون شي طبيب اوفيسيال، ماشي بنادم يجيب غير فرملي واقف، فهمتيني فين هضرت. اخويا هذا قدر ديال الله، الله يرحمه ويوسع عليه ويصبر عائلته ويصبرنا حتى حنا، راه خونا هذاك اللي فقدنا. كنتمناو يتبدلوا القوانين، ما تبداش المباراه الا ما كانوش الظروف كامله مهيئه، من لومبيلونس من تل باش، حيت الشروط الصحيه ديال اللاعب اهم من اي حاجه، حيت ما يمكنش بنادم يلعب وما انت شوف بحال هذه الحاله هذه، راه كان ممكن انه يتعشق. واش نقول لك اخويا، الله يرحمه ويوسع عليه ضيقة القبور. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.